يا اول تعال خلاص يلا باي باي. مرحبا شباب، صحيح تأخرت عليكم، وصار لي هواي مسوي لكم فيديوهات، بس حضرت لكم مفاجأة، قنبلة فد شيء خرافي. طبعا شرفنا بالمطعم دعوة خاصة كابتن ثار اللي شرف بطل العراق وبطل عالمي كمال الأجسام. حبيبي دكتور، أكيد كلكم تعرفوه، واليوم راح إلى الشرف طبعا شاركني بالوجبة العملاقة، لأن اليوم مالته تشيت ميل مالته، وأنا أدرب يا مهماتين، فسويت له دعوة خاصة وقلت له تعال خلينا نجرب مطعم هاديز، لأن هو هماد يحبه كل أسبوع يأخذ منه. بالمناسبة إحنا نلتزم 10 أيام أو 15 يوم عندنا وجبة تشيت ميل. تمام، شكرا لمتابعي مالتك. يعني هاي الوجبة ايش تعني لنا؟ يعني أنت يعني بحالة هرمون زين 10 أيام 15 يوم تمام تفتح لازم اكل قنبله. شو تحب تقول المتابعين مالتك؟ والله هسه راح نجرب ايه ونحكي. يلا اوكي، راح نبدي طبعا. اول شيء انا اعرفكم على الاكلات، مع كلكم تعرفوها بس احنا اعرفكم عليها. هذا الجديد اللي عندنا نزل ريزستريبس، راح نجرب الكنتاكي طبعا دجاج عراقي طازج، راح نجرب مكرونه بشاميل، وعندنا هنا انا خليني افتح لكم اياه الماكان تشيز كلش هار طبعا، عندنا الريزو شاورما لحم، وعندنا الهاديز بوكس طبعا غني عن التعريف، مقبلات تعوفها بالاخير خاف نشبع، وعندنا هنا اهم شيء ما نشبع. اي لا مستحيل نشبع، كان اسبوع هنشوف شنو عندنا هنا. هاي الباربيكيو ستيك اليوم ماكو دايت، اليوم نو دايت اليوم. هاي الباربيكيو ستيك تشيز برجر فد شيء عملاق، وعندنا هنا البيج هادي. البقهادي طبعا البقهادي فد لفه محرومه، انا اعتبرها من اطيب اللفات اللي عندي، هي صيبه يسمونها وسطيه، راح نجربها. بيتزا وبروني، وبسم الله الرحمن الرحيم راح اتوكل كابتن، تكون براحتك وانا اكل براحتي. انا حاير منين ابدي؟ ابدي بهاي معتبره منين ابدي؟ وانا راح ابدي بالماكرون تشيز. اوكي الشكل. والله الشكل عظيم. المكسيكان فرايز مثل ما عودتكم، الشيء الطيب انا اقول لكم عليه. المكسيكان فرايز اطيب جود ستارترز كفشي هار. طبعا المكسيكان فرايز نزل قبل كم يوم، لاقى استحسان كبير من جميع زبايننا، كانت الشيء سوبر خرافي. شلون الفيلم؟ طبعا انصح الكل يجربه. اليوم تشيت ميل عظيم. بالعافيه. تيجي قد ايش كولا بالتمارين؟ كولا بشوكولاته؟ لازم تنحرم على مود من تجي هاي الوجبات الطيبه والقويه. صح. تاكلها بشغل. وهاي بيتزا. بيتزا بابروني طبعا، البابروني المستخدم هنا هو البابروني البقري المدخن الاصلي. طعم حلو بدون انقر. ملح. يلا عادي نحرقهم باكر. بكره تندم يا جميل. باكر كارديو موجود. ايه باكر ماجي كان اشرب. حلو بهاي البيتزا، يعني هاي الاطراف وهذا الحجين ما بيها هواي، يعني البيتزا المستوى مالتها قوي وطيبه، كلش طيبه. بابروني شنو رايك فيه مدخن؟ طعم الدخان واضح. بابروني. كابتن هذا ريزو لحم، تجي وياه صوصات اثنين، صوصة الطحينية وصوصة ايش اسمه؟ صوصة حمراء مال ريزو خاصة شوية حارة، حد لك صوص الطحينية طراطور. ويا نوكل صير فد ميكس عجيب. بما هو جرب الريزو مالتي، انا جرب الريزو مالتي خرافي. ريزو ستريبس عليه اربع صوصات، تعرفون صوصات توجي من السائح مالتنا، نجرب الصوصات. الريزو على قول صاحبنا ضيف الريزو ضيف صدق ضيف. هسه هاي الوجبان صدق ضيف. وبعد ما احكي لك انا على الريزو. الريزو مو ريزو ضيف. مع احترامات الريزو خذ عزل وتفتح تمن وارقين. اي والله صدق ضيف. الريزو انا انصح اللاعبين اللي ملتزمين تشيت ميل لازم يزور هاديس. لازم ضروري. بس يعني صدق الريزو يفوز. الريزو يعني شيء اكثر 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 من رهيب والله بدون مبالغه، يعني شيء خرافي. يعني شقد اكلت ريزو بحياتي بس مثل هذا ما ماكل والله، مو لي انا مسوي بس كلش طيب. اشرح لنا عن هاي. هذا حمود. اشرح لنا عن هاي. طيب هاي غني عن التعريف، وهاي اقدم شيء اقترحته بالمطعم. هاديز بوكس فنجر مقرمش وعليه كريسبي واربع صلصات، اطيب شيء سويته انا اعتقد حتى بالعراق، فشيء كل فراوي. نجرب الكنتاكي بالدجاج العراقي.
This beat is cray cray ray J-H-A-H-A-H-A Laughing all the way to the bank I spray flame I'm gonna have to have it أنا ما كنت كنت أعمل كنت كربة أها يجربها This beat is cray cray ray J-H-A-H-A-H-A كنت أعمل زواج عراقي بس تأيتها كنت تلقون قطرة زفورية بأي قطعة من القطعات وإذا واحد يقول زفورية مثل هذا وعضب 100 وجبة البهارات معتدلة وكل يزرع قدها والقرمشة مادين معتدلة والملوحة جيدة جدا مو مالح والله العظيم مو مجاملة بس اطيب كنتاكي اكلته لحد الان بعد الدجاج الطازج الدجاج الطازج يسوى اكيد اكيد دجاج عراقي بالنسبه لنا احنا يعني على مود اكتساب عضلات اي شيء طازج يعني يفيدنا كثير هذا مجمل طبعا كابتن بدي تشبع بدي تشبع شكله والله بدي تشبع ماكو ما تشبع اليوم هذا الاكل كله خلص ادري مو ادري راح اشتهيه باقي الاسبوع راح اشتهيه يعني الاكل ما ينشبع منه هو ما ينشبع منه اتمنى عندي بعد بطن ثانيه صدق وجبه هاي وجبه المباحه يعني صدق مباحه صدق حس بقيمتها ورا الحرمان خلينا نجرب البق هذه طبعا اقول لكم هاي اللفه اللي هي مظلومه اعلاميا هاي محتواها تقريبا 240 مو تقريبا بالضبط 240 جرام لحم عراقي مشوي على اللهب ويا صلصة البقهادي الخاصة ويا مخلل وخس وجي من كذا سايح يلا نجرب جرب من يدري الكلام ما والله العظيم من يدري الكلام هنا أكرمني كل طيبات الدنيا بس انتي كلام هاي لفة شحتي شقول ما قاعد المملكة والله العظيم وشافك عم الخرابية والله العظيم أكرم البق هادي البق هادي لفة عملاقة عمي عمي مظلومة والله مظلومة البق هادي رادين فيديو ساعتين اشرح لكم طعمهم هاي طبعا المعكرونة بالبشاميل اطيب اطيب شي بيها اللي هو الصوص البشاميل مالتها نسويه بعناية شلون الميز بالصينية نسوي كلش طيب هذا الكريسبي مالتنا لو تدرون احنا جد مشهورين بيه يوه ها طب شو بعد مو قلت له عاقل صبر كذا ما اقدر بعد بابك ستيف شيز برجر خلاص رجعوا عليه شوي خبز محمص بالزبده خلل برجر 120 جرام ستيك تقريبا 180 جرام لحم ستيك التندر لوين يعني ستيك لحم الظهر هاي تصير الموز الظهر اسمه التندر لوين مقدمه يا صوص الباربيكيو صوصات خاصة عادية مو سرية مو كل شيء سرية ترى وجبن الموزاريلا السايح وجبن تشيدر باقي ثوم يا مالتنا هذا اللي احشيكم عليه الثوم اقول لكم قوية ما تخف ولا بنشا ولا باي شيء ثوم لبنانية باوع ما توقع ما توقع جراتين اقول لكم استخدم مكونات كلها اصلية كلها غالية كنتاكي كافوية ثومية اشياء عالمية الدجاج العراقي نستخدم الكنتاكي ناخذه حاليا من محلات السعاده الدجاج الطازج جبناه الصبح طازج دجاج حاره بعدها نقطعها ونتبلها نفس اليوم اللي يحبون الدجاج العراقي الطازج الموزفر اللي تاكله كله هو وعظامه خليه ياخذ من عندنا كنتاكي اعزائنا لهنا وانت خمس زبون هذه احنا امتلينا لهنا وانتهينا انتهينا كلش على الاخر وان شاء الله كابتن طبعا نورتنا اليوم وشرفت المطعم كان شرف دعوتك مطعمنا تاكل وياي الشيت ميل كناه سوى بس وجبه عملاقه وجبه عملاقه من العمر راح اسجلها والله راح اسجلها بذكرى طريقه الاكل طيب انا انصح كل الشباب يعني اذا عندكم شيت ميل او يعني فاتحين الدايت ياكلون هنا عضو المابات ابو الزمن اي والله والى هنا اعزائي المشاهدين زباين هاديز وطبعا عشاق كابتن سار نشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله نسوي لكم وفيديوهات احلى ان شاء الله نستودعكم الله في لقاءات هاديزيه اخرى الى اللقاء احبكم كلكم كوب كافي معود كافي معود تعال خلاص يلا باي خلاص كافي معود لا هاي خلاص كافي معود